قبل ما نبدأ البرنامج، هذا الكلام كلام طالع من القلب. شو اللي كلام طالع من القلب؟ أنت اليوم لما بتروح على بطولة مثل كأس العالم فيها أفضل منتخبات وأفضل لاعبين وأفضل نجوم وفيها كل شيء، المنتخب السعودي اليوم حقيقة قدم وصنع فرص وصنعت له ضربة جزاء وراحت ضربة جزاء وناقص الصفوف وأحرج. بولندا كان فيهم لاتو هو هداف كأس العالم، بولندا وصلت مرحلة ثالث العالم، بولندا فيها أفضل لاعب في العالم اللي هو ليفاندوفسكي، ومع هيك قدموا أحرجوهم وخرجوا خسرانين، لكن كان فريق ناقص كمان. فخلينا أول شيء نزقف للمنتخب السعودي اللي رفع رأسنا حقيقة